أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، جمهورنا الرياضي المتتبع الوفي لبرنامج فوتكان. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا من القاهرة العاصمة المصرية التي تحتضن العرس الإفريقي. الدور الأول أو الدور الأول عفوا انقضى، وسندخل طبعا للدور السادس عشر أو الدور الثمن النهائي. في هذا العدد سنتوقف للحديث بلغة الأرقام والإحصائيات عن حصاد الدور الأول، عن عدد المباريات، عن عدد الأهداف التي سجلت في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، عن المنتخبات التي حققت انتصارات متتالية ومنتخبات لم تحقق أي انتصار، إضافة إلى الحضور الجماهيري وإضافة إلى الجانب الفني والتكتيكي لهذا الدور. كل هذه النقاط وأخرى طبعا سنناقشها مع ضيوف هذا العدد، مع مراد بوطاجين الزميل الإعلامي المخضرم الوجه التلفزيوني المعروف والذي يحضر معي طبعا يوميا للحديث عن عديد القضايا والمواضيع المتعلقة بالكان. مراد بوطاجين أهلا بك، شكرا. أهلا كمال، بارك الله فيكم. أيضا يحضر معنا للمرة الثانية ولكن هذه المرة كتحليل لمجملي للدور الأول لعب السابق الدولي للمنتخب الوطني واحد أساطير فريق اتحاد العاصمة والتقني والمربي والمدرب الذي عمل أيضا في المديرية الفنية للمنتخبات في الرابطة الفرنسية نصر قديورة. أهلا بك للمرة الثانية، نشكرك على تواجدك معنا طبعا الحديث عن الجانب التقني والفني والتكتيكي لكان 2019. نشكركم في الدعوة وإن شاء الله جوزوا إميسيون إن شاء الله إن شاء الله نصر قديورة. طبعا كما سنتوقف عند هذا العدد للشخصيات مرت في قناة البلاد وأجرت حوارات حصرية كانت بدايتها بعصام الحضري، خالد الغندور، محمود الخطيب، هاني أبو ريدة ورئيس الأسبق الحاج محمد روروة. كل هذا طبعا سنشاهده في هذا البرنامج المتعلق بحصاد الدور الأول. مراد بوطاجين، لغة الأرقام، لغة الإحصائيات تتحدث عن 36 مباراة عرفت تسجيل 68 هدف بمعدل يتراوح ما بين 1.88 هدف في كل مباراة. كيف يحلل الإعلامي مراد بوطاجين لمباراة الدور الأول؟ ومن حيث الأهداف نقدر نقول إلى حد الآن متوسط يعني بالمقارنة مع كثير من المنافسات اللي مرت، ولكن الشيء ربما اللي نأكد عليه والميزة الخاصة هو أن الدورة هذه انطلقت تدريجيا، انطلقت ببطء، كنا لاحظناها ببطء، وكان فيه تخوف نوعا ما من منتخبات تجاه منتخبات أخرى. لماذا؟ لأنه فيه منتخبات قوية وعندها تجربة وفيه منتخبات أخرى ربما هي متوسطة ولكن تحاول باش تلعب الأدوار الأولى. إذا هذا من جهة، من جهة أخرى ممكن أكثر تفاصيل فيما يخص الجانب التقني والتكتيكي نصر الدين قديورة موجود هنا، ولكن الشيء اللي ربما يعني نأكد عليه هو أنه المباريات في الثالثة يعني لكل منتخب أعطت حيوية وأعطت حماس بالنسبة لهذه الدورة. السنة كانت مصيرية ومتعلقة طبعا بالتأهل. نصر قديورة عندما نقول لك 36 مباراة الدورة الأولى في تاريخ منافسة الكان التي تستقبل 24 منتخبا، لغة الأرقام تتحدث عن 68 هدف يعني 68 بيوت، 1.88 هدف في كل مباراة، 28 هدف سجل في الشوط الأول، 40 هدف سجل في الشوط الثاني. كيف يقرأ نصر قديورة التقني واللاعب الدولي والمربي ما تعلق بهذه الأمور المتعلقة بالأمور الإحصائيات الخاصة بالمباراة الدولة؟ اليوم on peut dire que le départ de la CAN ça a été un peu timide. C'est par rapport aussi au nombre de pays qui participent à cette CAN. Et je dirais que toutes les équipes ils sont en période de reconstruction. Il y a pas mal de pays qui sont en période de construction parce qu'on parle du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, on parle de la Guinée, on parle aussi du Maroc, de la Tunisie. Mais il y en a beaucoup qui sont remis d'autres joueurs qui sont venus intégrer des équipes nationales. Et c'est pour cela que en commençant cette compétition, tous ces pays cherchent à passer le prochain tour. Donc c'est pour ça que la compétition a démarré timidement. Donc le nombre de buts, donc c'est pas plus important. C'était au départ, c'est le plus important, c'est la qualification que tous les pays cherchent. Donc le Maroc, il dit que شاهدنا مباراة الثالثة اللي عرفنا فيها ربما ارتفاع المستوى مقارنة بالمباراة الأولى. Mais c'est normal. Après, quand il y a des équipes qui savent qu'ils sont déjà qualifiés, donc ils n'ont pas de pression, donc ils jouent à l'aise.
même s'ils doivent mettre quelques remplaçants qu'ils n'ont pas joué, ou ce n'est pas des remplaçants, c'est des joueurs qui étaient toujours là. Donc, à partir de ce moment-là, donc, ils jouent à l'aise, sans pression, et ils n'ont rien à perdre donc, parce que du moment qu'ils sont qualifiés. Donc, les équipes adverses aussi qui sont dans une situation non qualifiée parce qu'ils sont derniers du groupe, la majorité des pays, ils ont joué avec des équipes qui sont finies, ça veut dire qu'ils peuvent rentrer chez eux. Et c'est pour cela que ça. Donc, maintenant, à partir de 8e de finale, c'est là où il y aura vraiment le début de la CAN, il commence aujourd'hui, et là on va voir les véritables équipes. طبعا احنا ماذا بينا راس الجوله مع الدور الاول حتى نحسن نقدم حصاد شامل وكامل مراد بوطاجين. مراد بوطاجين عندما تسمع بلغه الاقران 28 هدفا سجلت في الشوط الاول، 40 هدفا سجلت في الشوط الثاني. هل نقول دوره المدربين بامتياز كبير؟ خصوصا نعرف ان الشوط الثاني دائما هو شوط المدربين. وشوف يعني الكرة الحديثة بالمقارنة مع أزمان تغلب عليها الجانب التكتيكي أكثر من الجوانب الأخرى. علاش؟ لماذا؟ لأنه أنت تعرف في منافسة كما هذه كل الفرق تحضر. كيفاش تتحضر؟ تتحضر بدنيا، تتحضر يعني تحاول باش يعني تكون في التشكيلات، لا يكونوا لاعبين عندهم تقنيات عالية في كل منتخب، نجد 2 3 يعني اللي عندهم تقنيات، وبالتالي التحضير هذا موجود. كل الفرق تتحضر سيكولوجيا، ماديا، ماليا، كل هذا في تحضير متكافئ. اما الفارق بين هذه المنتخبات، الفارق هو الجانب التكتيكي. يعني هنا نعرف انه الكره الحديثه من انطلاقا من يعني المدربين اللي يتليزوا بمستوى جيد، تكونوا مثلا تكوين جيد، عندهم مارسوا وعندهم تجربه في الميدان، خاصة في المنافسة الإفريقية. ومثلا يعني بعض المدربين خاصة من أوروبا كسبوا هذه التجربة على المستوى الإفريقي، فهنا بطبيعة الحال مستواهم يظهر في الشوط الثاني. لا انطلاقا من السؤال اللي طرحته، هنا مستواهم يظهر في الشوط الثاني، يظهر من خلال بطبيعة التغييرات، من خلال يعني التغيير ممكن تكتيكيا يعني بعض الأمور على مستوى التشكيلة، ويظهر كذلك من خلال الذكاء نتاعهم فيما يخص يعني تسيير هذا طبعا كان هذا راي اعلامي مخضرم. يلا نستمع لراي التقني واللاعب السابق والمدرب ناصر ميدولا. عندما تشوف لغه الارقام 40 بوت دوزيام ميطون 28 بوت بروميير ميطون، دونك نقولوا هو الدور تاع المدربين اليوم اللي كانت فيه صراعات تكتيكيه وحوار تكتيكيه بين عديد المدربين. سي با كو لا تكتيك كي ميز اون بلاس، دونك شاك انترينور ا سا فيلوسوفي. Donc la philosophie du jeu, elle est une chose, et aussi il y a la stratégie de chaque entraîneur, donc en fonction de l'adversaire. Donc c'est pas pareil. Donc on dit que dans le deuxième mi-temps qu'il y a eu plus de buts, c'est par rapport à la préparation d'avant. Donc comment fait tarder, bien sûr qu'un fait tarder, donc comme j'ai dit la dernière fois, le muqabla qui tirbhou ma rbahnahom chi lyoum rbahnahom fi sidi Moussa rbahnahom hna fi le Qatar kima kan li jaw se prépare yani bien en avance et عندهم des joueurs aujourd'hui ma yakhfakch belli l'Afrique la majorité des joueurs jouent en Europe et à travers le monde. Qui te peut être la smawash, chaque, surtout les Ivoiriens, les Camerounais, ils sont connus, que la majorité sénégalais, aujourd'hui même la Mauritanie, Madagascar, ils ont des joueurs, même s'ils jouent dans des divisions inférieures, l'Europe, ils sont toujours là parce qu'ils sont disciplinés, ils savent ce que ça veut dire une stratégie. Donc l'entraîneur, les entraîneurs en général, ils font des choix des joueurs en fonction de leur stratégie, de ce qu'ils vont leur donner. دونك شاك انترينور دو دوني اون ايدونتيتي ا سي جوار. قبل ما نستمع لها لابو ريدا رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنه المنظمه لكاس امم افريقيا حول تقييمه لحصيله الدور الاول، عندما يتحدث ناصر قدرون اللاعبين المحترفين الذين يحترفون في اوروبا لمنتخبات افريقيه متواضعه لم تفز بالالقاب، هل نقول عندما اللاعب الافريقي يذهب للاحتراف انه لاعب يولي اكثر نضج من الناحيه التكتيكيه من الناحيه البدنيه حتى الحياة اليومية، أتحدث عن الحياة الاحترافية؟ نعم أكيد أكيد، لأنه نشوف احنا مثلا الجانب يعني كل جوانب كل عوامل عندها أثرها إما السلبي إما الإيجابي.
اذا كان مثلا اخذت ناخذ احنا مثلا فرنسا جي. المدارس الفرنسيه جي. تعمل جي. يعني من الناحيه الاحترافيه جي. يعني اللاعب لما يكون في مدرسه ثم يصعد على الاقل جي. يفهم الجانب التكتيكي بسهوله. العكس بالنسبه ربما لمنتخبات اخرى اللي ما عندهاش امكانيات وبطولتها ما تعتمدش على الاحترافيه، ولو يعني الاتحاد الدولي يامر ويطلب من كل الدول باش تكون احترافيه، ولكن الاحترافيه تاعها كما يقولوا يعني مذبذبه مذبذبه، وهذا يعني نقولوه بكل صراحه. احترافيه الجزائر احنا في امكانيات كبيره، ولكن الاحترافيه في الجزائر الى حد الان ما فيهاش احترافيه. فهنا يخلي اللاعب يعني يكون ناقص فيما يخص يعني التفكير الجيد للمقابله للجانب التكتيكي الى اخره. ممكن يتحضر بدنيا، حتى التحضير البدني لو فوليوم دو ترافاي عرفوا هذا قدير الفوليوم تاع التدريبات ناقص جي. فهذا هو الشيء جيد مربوط جي. قبل من عود النصر قدير الحديث عن الشق المتعلق بالتحضير البدني الذي له اهميه كبيره لمردود اللاعبين فوق ارضيه الميدان. يلا نستمع لما قاله هاني أبو ريدة في تصريح حصري يقول لقناة البلاد وفي ميكروفون الزميل وليد حمداد، وتحدث عن تقييمه لهذه الدورة. يذكر أن هذا التصريح جاء عشية المؤتمر الذي عقده في إحدى الفنادق الموجودة هنا بالقاهرة. قلنا أول مرة تقام في الصيف و24 فريق، ولازم نعمل حفل افتتاح يليق بالبطولة دي، والحمد لله يعني كل الناس كانت سعيدة بالشكل اللي ظهر عليه حفل افتتاح الحمد لله. أول حاجة يعني اهم حاجه تشيل الروتين، ما كانش هناك روتين ومشاكل كثيره جدا اللي بتعوق العمل. كل تعليمات جت من السيد رئيس الدوله، كل الحكومه والاجهزه كلها، وتم توزيع العمل على ست السادات. والفتره الاولانيه طبعا خدنا شهر للتحضير، لما نحضر كويس الامور هتبدا بشكل كويس. ويعني كان في عمل دؤوب اكتر من 24 ساعه في اليوم، الناس اشتغلت مجهود كبير جدا في الاربع محافظات اللي شالوا هذه البطوله، والحمد لله استطعنا ان احنا نخلص السادات في الوقت المناسب. وبنتمنى طبعا يكون التالق اكثر للهدافين العرب اكثر من افريقيا ان شاء الله. فوز منتخب عربي بالبطوله ده شرف لكل العرب، وبالتالي سواء منتخب مصري جزائري او مغربي ان ده شرف لكل العرب ان هم يكونوا موجودين في النهائي. واتمنى طبعا فريق مصري يكون بيلعب في النهائي ان شاء الله. المنتخبات العربيه منتخبات الشمال كلها منتخبات قويه جدا، عندها خبرات كثيره، تقدرش تقول يعني ان هم يعني جداد على هذا المعترك الافريقي. فاعتقد ان كل المنتخبات العربيه كل الدول الافريقيه بتعمل لها اليوم حساب. طبعا استمع لنا هذه ابو رضا بتقييم شامل وكامل، قال هي ربما المره الاولى التي تحتضن فيها مصر او كاس امم افريقيا 24 منتخبا مقارنه ب 16 فريق. مصر قديوره، هل يوم نقول ان الدور الثم النهائي انا راح تبدا كاس امم افريقيا؟ بما ان البعض يقول ان الدور الاول فيه منتخبات ضعيفه، لم نشاهد مستوى كبير، شاهدنا منتخبات دخلت بريتم بطيء بعدها دخلت في الدوره مباشره، وشاهدنا منتخبات كانت خارج الاطار ولكن تاهلت على شكله المنتخب التونسي. سي ا بارتير دو 8 دي فينال سي لا كون فا فوار لي بي كي زون اون فيريتابل استراتيجي دونك لا تاكتيك كي مي اون بلاس. Vous avez parlé tout à l'heure sur la stratégie au niveau de la base. Vous savez qu'à partir de l'âge de 12 ans, qu'on commence à mettre la stratégie en place. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, on fait le foot à 7 et le foot à 9. Ça veut dire l'IMADA, parce que c'est à partir de cet âge-là qu'il peut emmagasiner le maximum d'informations. Donc, un joueur de 12 ans, كي يكون يلعب فوت ا 7 او ديبار باش نديرو له يلعب في كاع تو لي بوست دونك اماكن نحطو في اريا دروا اريا غوس سنترال باسكو فوت ا 7 سي ان غارديان اي سي جوار دو شون دونك اي بوف جوي افيك دو ديفونسور تروا ميليو دو اتاكون كوم يلعب تروا ديفونسور دو ميليو ان اتاكون او لي جوار اي لازون با دو بوست ا بارتير دو سارتان اج دونك اي اكوميل لو ماكسيموم دو استراتيجي بلوس اي مونت افيك ومن بعد فوت ا 9 دونك لو فوت ا 9 نزيدو دي جوار يولي 8 جوار سور التيران اي ان غارديان ومن بعد يفو يباس ا فوت ا 11 اي ان فوت ا 11 لو جوار يفا سو ريتروفي دون سا بوزيسيون انيسيال اون فا لو ريتروفي ان اريير لاتيرال ولا ان ميليو ولا ان اتاكون ولا ان ميليو تروار ولا فهمت دونك ولا دون لاكس ديفونسيف لا اي ا بارتير دو لا دونك سي كوم سا كون بروغريس دونك سي لي جون اوجوردي اون فوا leurs joueurs de pays qui jouent à l'étranger, c'est pas pour rien. Regardez la culture, il y a des joueurs de Taouana.
quand ils partent d'un championnat et rohul kharij, ils ont du mal au départ à s'adapter dans le système. Bien sûr, voilà. Même au niveau de la préparation athlétique. Donc parce que le volume de travail il est très très important. Parce que ce n'est plus les séances d'entraînement qu'on fait à qu'on a entraîné, on faisait 2-3 séances d'entraînement. Mais au départ, on est parti, malgré le volume qu'on avait, parce que qu'on a ASP, on s'entraînait pourtant tous les jours. Mais quand on est arrivé, on a trouvé des difficultés. Donc après, donc pour s'adapter, donc après, c'est ça. Mujamal Nasser Gdioura et Mourad Boutadjik, Tachif Nasser Gdioura, ونحن بحاجة اليوم في البلاطوهات في الجزائر إلى الجوانب التقنية لترسيخ ثقافة لدى المشاهد، لدى المتتبع، لدى المتلقي، لدى المناصر. يلا خلينا نتكلم كرة قدم يا ناس، يعني من غير معقول يوم عندنا عصص تحمل عنوان كرة قدم ونتحدث في بعض المرات عن أمور هامشية. مرات بطاجين عندما يتحدث ناصر قديورة على تكوين الطفل الناشئ في المدارس في الأكاديميات ويتحدث عن شق متعلق بالمنعود طبعا للحصاد، لأن الموضوع متعلق بالحصاد، ولكن نفتح قوس في بعض المرات أقواس الحديث عن أمور متعلقة بالجانب الفني والتكتيكي، لأننا نتحدث عن كرة القدم. بالفعل لاعب جزائري ما تعلق بالحجم السعي للتدريب هو نقص، ما تعلق بالثقافة التكتيكية الكروية هو نقص، بمعنى عندما يذهب أي لاعب جزائري للاعتراف شاهدنا عديد اللاعبين دون ذكر الأسماء لم يندمجوا ولم ينجحوا في بطولة أوروبية. مرة هي واضحة تكلمنا عليها، ولكن ممكن جات الفرصة باش نربطوا عليها. أكيد ولكن نرجعوا للكرة المحلية. نعم احنا شوف البلد الوحيد في العالم اللي انطلق بالاحترافية ب 32 فريق، ما كانش في العالم، ما كانش. وهذا خطأ خطأ كبير. لماذا؟ لأنه ما يشوفوا شراء السلم الاجتماعي، التوازن الجهوي. نعم لازم توازن الجهوي، ماشي ب 32 فريق. خلاص هذه مرحلة تكلمنا عليها، تكلمنا عليها كثير. فيما يخص التكوين، ما كانش فريق عنده مدرسة، ما كانش فريق في الجزائر عنده مدرسة كروية وسنتر دو فورماسيون. هذا النادي أتلتيك بارادو مدرسة كروية ومدرسة تكوين تجاري يعمل ويبعث للخارج، ولكن رغم هذا يعني او دعم نوعا ما الكره الجزائريه. يعني تحب تتكلم في المقاطعه مود باش خليك تواصل في هذه النقطه الجد مهمه. تتحدث عن مدرسه الحراش، تتحدث عن مسيره حسين داي اولمبي العناصر، تتحدث عن جمعيه وهران، تتحدث عن اليوسف الناس اتحاد الصيف السابق في جهه الشرق. يعني تتحدث عن المدارس اندثرت للاسف. ما كانش المدارس غير موجوده زمان كانت في مسيره حسين داي. نعم الفريق الفرق هذوك تاع كوم اون ابل دو بروكسيميتي زمان جواريه كيما لوا مس لوا مار. كانت السيسيا، كان ليسبيرونس، كانوا بزاف دي كلوب دو بروكسيميتي كي لا سونتي كازور على دوك. هما اللي كانوا منهم اللي كانوا يجيو لي جوار. حتى لي راج ديال جيت مسافر كانوا بزاف دي كلوب دو بروكسيميتي، كانوا هما اللي فورنيو ثاني الكلوب تاعنا. دونك لو بلوز امبورطون حنايا c'est pas il y a aussi un problème qui le avant de créer les centres de formation, avant de créer ces académies en général, la première des choses c'est la formation des éducateurs, parce que maintenant c'est une formation de base. Il faut une formation pour les éducateurs de chaque catégorie parce qu'elle est très importante. انا اللي كنت لاعب فوتبول وغدوه عندي نحب ندرب انا طفل صغير ما نعرفش كيفاش قاعد ندربو، باسكو في لا باز كان ليفي لا ديكوفيرت، كان لينيسياسيون، وكان لا بري فورماسيون بعد لا فورماسيون. بالنسبه للتكوين هذا المؤطرين هذا موجود في الجزائر باش تكون في الصوره، يعني موجود على مستوى المديريات الشباب والرياضه، وللاسف هما يتكونوا مثلا باك بلس 3 ولا باك بلس 5، ولكن لما يمشوا للفرق يعني وياخذوا الاصناف الصغرى هذه هاملينهم، ما يخلصوهمش الفرق، ما عنده حتى اهميه. دونك يضيع هذيك الرغبه والميل باش يخرج. خرجتونا من الموضوع، خليك ناصر الدب باش نعاودوا نولي الحصه تاع الكره. تفضل ناصر. انا جيت اسمح لي هذو اللي تكونوا في الاس تي اس هذوما تاع باك بلس 3 وكذا. نو سي دي لي زون فوتبالور، سي يا دي فورماسيون سبيسيفيك او فوتبول. سي با الباك، سي با دي الي فير لانستيتو زمان كانوا سي لي زونسيان بروف سبور. Ça veut dire qu'il peut être prof adjoint ou prof. Il y a un lycée. شوف انا هذول اللي تكلمت عليهم سي دي فوتبالور لعب بالك ما لعبش في الفريق الوطني، ولكن لعب الكره ويمشي من بعد يقرا ويتكون. هذول اللي نتكلم عليهم، هذوك اللي ماهمش يعني ما عندهم الصفه تاع فوتبالور. نو ما لازمش مرات بوطاجي ناصر كدوري حتى نبقى في الموضوع المتعلق بالحصاد، ومره على مره نقوم باسقاط ذلك
على كرة القدم الجزائري، لأننا نحن نتوجه لجمهور جزائري الذي يعرف جيدا كرة القدم. تصريح آخر كان حصري دائما للنشيط وليد حمدادو، وحتى أمين فقير قام أيضا بحوارات وإجراء حوارات تقول حصرية لقناة البلاد، سنعود لها طبعا في الجزء الثاني. تحدث مع الحاج محمد رارا الرئيس السابق الذي تحدث عن مستوى المنتخب الجزائري ومستوى هذه الدورة وخصوصا الدولة. وانت شفت المباريات كيف كانت؟ طبعا كان مباراة كانت قوية، مباراة كانت متوسطة، أو مباراة كانت ضعيفة جدا أو دون المتوسط. لكن الحقيقة راح تبان في الدور 16 وفي الدور اللي يليه الدور 8. أنا بالنسبة لي الفريق الجزائري مشكور، وخاصة اللاعبين والطاقم التقني بحكم تجربتهم الطويلة في هذا الفريق الوطني، جندوا كل ما لديهم من طاقات سواء تقنية أو بدنية أو حتى من باب التجربة في المباراة السابقة، ونتمنى لهم ينجحوا اليوم للمباراة الثالثة مثل ما نجح فريق مصر، ويواصلوا بهذا المستوى بهذا الروح القتالية، لأنه هذا هو السر تاع الفريق الجزائري، الروح القتالية، ولازم يواصلوا هكذا إن شاء الله لكي كما قال زين الدين زيدان زيزو كما قال لكي يفرحوا الشعب الجزائري إن شاء الله. هذا نتمنى لهم كل النجاح. إذن كما تابعنا كان هذا التصريح الحاج محمد رارا رئيس الأسبق، رئيس الذي من كاريزما تعرفه جيدا ناصر قديورة، الرجل الذي يعرف خبايا ودهاليس وكواليس الكاف، الرجل أيضا الذي أعاد هيبة كرة القدم الجزائرية، ولأنه وقع هو أيضا في أخطاء، وكانت لي الفرصة أن يتحدث معه لماذا لم يهتم، كنت معي مرة بطاجين بالبطولة الوطنية عكس المنتخب الوطني الذي كان واجهة كرة القدم الجزائرية. ناصر قديورة، هل اليوم نقدر نقوله أن هذا الدور الأول هو الدور للنسيان أم لا؟ أنت كتقني وقفت على أشياء إيجابية، نقول درست فينا أنه كثير سواء المنتخب الجزائري أو لمنتخبات عربية وإفريقية أخرى. Rien n'est fini aujourd'hui. On ne va pas dire que parce qu'on est qualifié pour le 8e tour que toutes les équipes ont qualifié le 8e tour, qui dit c'est déjà gagné. Mais la compétition, on rentre dans la vraie compétition, c'est le 8e de finale. Et là, c'est match par match. À partir de chacun, il a sa stratégie, sa philosophie. Donc, c'est un match à élimination directe. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est celui qui prépare bien le match de 8e et c'est celui qui va gagner. Donc c'est le départ qui est très important aujourd'hui. Donc tout de suite il faut étouffer l'adversaire. Il y a beaucoup de pays qui vont mettre le paquet au départ pour étouffer l'adversaire et ça dépend. Donc il y a des matchs qui sont un peu au couteau comme le Cameroun et Côte d'Ivoire. Il y a aussi le Mali contre la Tunisie ou le Maroc. Voilà, donc voilà, ma Tunisie, voilà. Donc on peut dire que aujourd'hui c'est un vrai visage des équipes nationales. Huitième de finale, c'est là on va monter un vrai visage. Voilà. للمنتخب الوطني. مراد بوطاجين، نقف الان عند منتخب تألقت ثلاث انتصارات متتاليه. المنتخب الجزائري تألق ابهر الجميع هنا في مصر من فنيين ومحللين وحتى الجمهور المصري وحتى لاعبين فارقه نجوم سابقون تحدثوا عن اداء المنتخب الوطني، ومنتخب مغربي ايضا يعني لفت الانظار، ولكن منتخب مصري دون اقناع، ولكن النتائج تتحدث انه فاز بثلاث مباريات متتاليه. من هو الفريق القوي اللي كان في الدور الاول بغض النظر اننا جزائريون ونتحدث بلغه العاطفه وبلغه الحب للوطن وللمنتخب الوطني؟ إعلاميا كل الإعلام موجود هنا يجمع أنه المنتخب الجزائري هو أقوى فريق، أقوى فريق انطلاقا من الثلاث مباريات اللي جاها. مازال ما نقولكش ولكن مازال هذا بالنسبة للإعلام. بالنسبة للمواطن المصري كيفاش شفت كل ما نمشي يعني يحبونا ربي يبقى يستر كما قلت، يقولوا أنه أحسن فريق وأحسن منتخب جزائري. لكن كما قال أخي نصر الدور الثاني يكون كلام آخر. الدور الأول نقول يعني برافو للفريق الوطني، واش نقولوا أكثر من هذا الشيء. المنتخب المغربي نفس الشيء، ثلاث مباريات ولو هنا علاش يقولوا المنتخب الجزائري أقوى؟ لأنه من حيث الأداء يعني احنا سجلنا ثلاث انتصارات، المنتخب المغربي ثلاث انتصارات، ولكن من حيث الأداء هنا الاداء الجزائري كان احسن من الاداء المغربي. يلا نربط لما قاله وتحدث به مراد بوطاجين، نربطه ونبرره في سؤال ناصر قديورة. منتخب وطني في المباراه الثالثه يقول ان المنتخب الذي دخل ضد تنزانيا هو احسن من المنتخب الذي واجه كينيا،
وواجه السنغال، وأن مباراة السنغال تختلف عن تنزانيا وتنزانيا تختلف عن كينيا، وكل مباراة عندها سيناريو تاعها وعندها الوجه تاعها. هل يمكن قول بأننا اليوم عندنا منتخبين في كأس أمم أفريقيا؟ نعم، جروب. كان مجموعة، عندنا مجموعة، صافي با دير كو اون كاليفي و ou même là on joue pas sérieusement donc ils sont rentrés, ils ont pris le match au sérieux, ils ont respecté l'adversaire. Très important. D'ailleurs on a eu du mal à marquer le premier but, à les battre, donc on a attendu à peu près à la 35e minute, 37e minute, bah je marque le premier but, et c'est à partir de là, parce que là, les équipes ils sont difficiles à manier malgré qu'ils sont derniers, malgré, mais on a eu des difficultés au départ, mais après une fois on a marqué. D'ailleurs, première mi-temps, on a fini 3-0. Et après, on a géré tranquillement et on a fait la différence. Ça veut dire pour nous, ce qui est plus important, c'est de gagner les trois matchs et se faire respecter par d'autres Mbak. Parce que pour mettre un peu la pression à d'autres pays. منتخب وطني في المباراة الأولى سجل هدفين في الشوط الأول، وضد السنغال سجل في الشوط الثاني، وضد كينيا تنزانيا عفوا سجلنا في الشوط الأول 3 أهداف. كيف هي قراءتك للأهداف التي سجلت لصالح المنتخب؟ كان مليح في بداية الدورة، قلت لك خاصة في المباراة نتاع مع السنغال، قلت لك اللقاء راح يلعب على فترات 20 دقيقه وقيلا كان معنا ناصر قلت لك اذا راح تكون بار انترميتانس يعني هكذا فترات. لماذا؟ لانه في زوج يعني الفريقين يعني في مستوى جيد، كل مدرب يدرس طريقته الخاصه، ففي في في فتره ممكن هذا المنتخب يكون متخوف نوعا ما من الاخر، والعكس بالعكس العكس صحيح. عفوا، فهنايا الشيء اللي شفناه ان شاء الله لاحظناه. اما بالنسبه للقاء الاول مثلا امام كينيا، نفس الشيء، احنا كانت عندنا نظره او المدرب عنده نظره على المنتخب الكيني، ولكن ما حبش يغامر، ما غامرش الى غايه الدقائق الاخيره من الشوط الاول. اما اللقاء الثالث نحكي لك، هذه قال لك واحد عندنا اللي هي في الجزائر لقى مع واحد صاحبه، قال له على بالك بالماضي درنا مشكل، قال له واش خير ان شاء الله، واش مشكل راه ربحت 3 ماتش وراه ولا باس منوره وكذا، قال له لا، قال له على بالك الاتحاديه كي جابوه داروا معاه كونترا، قالوا له جيب لنا شكل لنا منتخب، قال له شكل لهم زوج، جاب لهم زوج. بدل لهم مشكل. اذا بينهم دوز كيما صار، واحد كشتو وواحد كيما راك قلت انت بمستوى ثاني جيد. جيد. قبل السؤال ما قبل الاخير وبعدها اخير حتى نغلق هذا الجزء الاول، ناصر قديورة غير التشكيله بتسعه لاعبين، البعض قال ربما هو قرار جريء، هو قرار شجاع، البعض قال هو قرار متهور، ولكن البعض قال بانه بالنصر هو الرئه يعني، حتى وتغير كل اللاعبين، ما تغيرش الحارس وما تغيرش احسن عنصر اللي كان في المباراتين الاولتين واللي هو بالنصر، اللي اعطى ربما الاكيليبر والتوازن لتشكيلة المنتخب ضد تنزانيا. هل تؤيد، هل تقول لا، هل ما هي قراءتك ناصر ديورا؟ كي ادوني ليكيليب سي لونترينور سي لوي كي في لو شوا، هو لي كوني سي جوار لو بروفيل دو ساك جوار، باسكو اي سي سكيلا رامني ا بارتير دو لا، اي لا ديمونتري ا تو لو موند كو اي لا ريزون، دونك اون بو با دير لو كونترير. ابري دونك دون شاك بوست يان استراتيجي يان ماشين، سي كو كوم اي لا دي توت ا لور بوتاجين، اي لا دي كو on n'attaque pas, donc on laisse venir l'adversaire. Tout ça, c'est des stratégies. Donc, il faut être patient. Donc, pour gagner un match, c'est de mettre l'adversaire en faute. Donc, pour gagner, pour marquer un but, c'est l'adversaire qui fait l'erreur pour que tu puisses marquer. Donc, c'est pas, donc c'est ça. Donc, je vais vous dire, c'est un pays qui nous ressemble dans le football. Donc c'est des joueurs de très haut niveau aussi. Maintenant ça, ils ont des joueurs comme Sadio Mané, les gars qui jouent, Koulibaly, Kamzab, qui sont des joueurs dans lesquels ils jouent à la bouche. Donc ils nous ressemblent les Sénégalais. Donc on était donc psychologiquement, comme je l'ai dit, comme on était leur bête noire, donc ils rentrent avec psychologiquement avec une infériorité. Donc ils ont moins d'avantages, donc ils nous ont un peu, nous on les a laissés, après ils nous ont joué, après on a tout fermé, donc le match a été gagné collectivement.
Donc, eh, parce que tu as des individuels, tu as des individualités qui peuvent tuer le match, qui peuvent percuter, mais ils ont changé de stratégie, ils ont su mettre en place l'Ahar et on a marqué deux buts au bon moment. Nasser Gdioula, je voudrais savoir ton avis, avant de parler de la partie première. Nasser Gdioula, le joueur, le مدرب والتقني, et pas Nasser Gdioula, le joueur. En toute honnêteté, et c'est ce que nous avons dit, Adlan a fait deux matchs, حتى ثلاث مباريات الأخيرة في المستوى, خصوصا ضد مباراة السنغال. هل كنت تنتظر أداء عدلان قديولا, هو الابن طبعا وهو اللاعب, كنت تنتظر الأداء تاعه في ظل الانتقادات التي طالته قبل بعدها استدعائه للمنتخب الوطني, أم ترى أن مردوده ما زال ما لحقش المستوى اللي تعرفه نتاع ابنك وأيضا تعرفه للاعب؟ toujours été à son niveau, donc après c'est la confiance de l'entraîneur, à quel moment il faut le jouer, c'est tout. C'est, il a été comme tous les joueurs, toute l'équipe. Donc il a fait que son travail pour ses joueurs. Donc il a une position spécifique que je pense que l'entraîneur lui demande de faire un boulot, et le boulot il l'a fait normalement et très bien au profit du collectif. احنا ايضا اجمعنا على ذلك. طبعا تشاهدون الوقت يداهمنا 26 دقيقه, انقضت ربما. جوني عباس محمد هذا المخرج الذي يبدع ويمتع ايضا في اخراج هذا العدد, رفقة ايضا النعيمي الذي يساعده طبعا في هذا الاخراج, وكل الزملاء المتواجدون معنا, محمد امين فقير وايضا وليد حمدادو. طبعا لقد نلتقي في الجزء الثاني للحديث عن الدور المقبل وعن تصريحات حصريه قدمت لهذا البرنامج وقدمت ايضا لقناة البلاد. ابقوا معنا, لا تذهبوا بعيدا. أن كرة القدم العالمية أثبتت في عديد المنافسات منتخبات لم تقنع لا بالأداء ولا في الدور الأول. شكلت منتخب إيطاليا في 82, هذا المنتخب الذي حقق ثلث تعادلات دون إقناع وصل النهائي توج بكأس العالم ضد ألمانيا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد وبهدف اسمه باولو روسي. نفس السيناريو كرره المنتخب الإيطالي, تأهل بصعوبة في 94 بأمريكا, كنت أنت متواجد ناصر قديولا طبعا للتحليل وأخذ معطيات للاتحادية الفرنسية وأيضا للمديرية الفنية بقيادة إيمي جاكي. وصل ذلك المنتخب للنهائي ونهزم بضربات الترجيح ضد السيريساو المنتخب البرازيلي. ناصر قديولا, نحن في نهاية موسم, لاعبين متحررين من انديتهم بمعنى جو كل تفكيرهم تركيزهم منصب على المنتخب الوطني, هل الجانب البدني سيكون له تاثير على النجوم, على رياض محرز, على ساديو ماني, على صلاح, على النيني, على سيسينيو, لاعبون يتالقون في البطولات الاوروبيه, سيكون له تاثير سلبي نيجاتيف في هذه الادوار المتقدمه؟ ماشي ما تكونش سلبي, مي يسون با 100%. Donc, à un moment donné, donc ils gèrent leur temps de jeu. Donc, dans un match, donc il faut gérer le temps. Donc, à partir de là, il faut être patient. Donc, celui qui est patient, celui qui maîtrise mieux le jeu, c'est celui qui va marquer. Surtout pour le huitième de finale, là, en venant ici. Donc, à partir de là, c'est que ces joueurs-là, c'est normal qu'ils ont beaucoup de matchs. Donc, il faut penser à ce qu'il y a le plus de récupération. Parce qu'on a quand même une période assez longue par rapport au premier tour. Donc pour les huitièmes, ça fait 4-5 jours. Après il faut gérer maintenant la récupération. En bas, l'écart, si on passe au quart de finale, demi-finale, ça va être très court. Donc le temps de récupération, il ne va pas être aussi important que... Le programme, c'est beaucoup de temps de récupération. Donc les joueurs, ils s'entraînent. Après, il n'y a que de la stratégie qui est faite. يتشوق لهذا الحوار. واش تفسر بالماضي لما قال هنا الزميل المصري امس عصام سلتوت او الشلتوت, قال بانه ربما هو ذكي, حب يغير اليوم, حب يمد حاجه جديده في التدريب, انه يفوز مع تنزانيا ويجري حصه الاسترخاء في النهار في عز الحراره الشديده التي تعرفها القاهره. كيفاش تشوفها ناصر قدرا ابري الماتش على تنزانيا؟ وي ابري الماتش تنزانيا سي في دي سيونس دابتاسيون باسكو يل سي كو ميم الحراره لوتر فوا الجيري جوي كونت لا تنزانيا في 40 دغري 19 وزاد دار في النار واش عليه دار في النار. دونك كوم سا لي جوار يفون سادابي انكور بلوس باسكو يل سي كو لو بروشان ماتش يورا بلوس دانتنسيتي. Donc c'est celui qui tient jusqu'au bout, c'est celui qui va gagner. Donc et c'est ça le plus important. Mohamed Bien sûr Mohamed, donc c'est ce qu'il fait.
Donc c'est pas il n'est pas venu d'une autre planète. C'est un entraîneur qui connaît les conditions. Il a entraîné au Qatar, il a joué en Europe, il sait comment. La récupération qu'on a fait, c'est la récupération qu'on a بعد المباراة في النهار. C'est normal parce que quand on joue normalement à la Bukhari, quand on joue, c'est que la récupération en Europe, c'est là qu'il y a des. Quand on joue à l'extérieur, le décrassage, il se fait juste après le match. On rentre au vestiaire, on boit beaucoup, on enlève nos affaires, on reste une demi-heure et on rentre, on fait un décrassage. Sinon, c'est quand on joue à domicile, c'est le lendemain. Donc, faire le lendemain, après on a une journée de repos, on reprend. Et c'est ça le plus important. الحراره هذه يعني مدمج المنتخب الوطني الجزائري في قطر وعرف نعطيك معلومه مراد هي معلومه الشهاده التقنيه والفنيه مؤسس كمال مهدي على الراوي ينقل ما حكي له انه يقول لك اللاعب ما فيش لاعب يعني يندمج مع الحراره او يندمج مع البروده فيه لاعب يندمج مع الرطوبه هذه الرطوبه اللي موجودناش اليوم في القاهره ولكن الحراره اللي ندمج معها في قطر يعني في جو حار فرق بين تلعب في جو بارد وفي في جو حار بين اوروبا ومثلا افريقيا هي لادابتاسيون هذيك لادابتاسيون اللي كانت في قطر من بعد جاء المنتخب في مستوى جد وعالي يعني محضر بدنيا وجاهز للحراره هكذا هو في ذهنه ولكن كي جينا هنا جرينا مباراتنا في جولة بس بها ننظم يعني اللقاء الأول الساعة العاشرة ليلا هكذا مع الكينيا عشرة عين كان الجولة بس هذا مباراة السنغال كانت سابعة بمصر السادسة بتوقيت الجزائر أنا نظن يعني اليوم الناخب الوطني هذيك القوة اللي جابها من قطر يعني في الاندماج في الحرارة هذه حب يبقى ويستمر يعني عمل يعني يستمر فيه على مستوى مصر وبالتالي برمج حصة استرجاع يعني استرجاع يعني لو ريكيبيراسيون في الحراره فكي تكون في الحراره حصة استرجاع اي كما قال لك ناصر ما تاثرش بزاف لانه استرجاع ريكيبيراسيون لو كانت تكون مثلا مقابله يعني مقابله كامله هنا ممكن تاثر على اللاعب الله يسلمك او مدرب مهاره اسمح لي او مدرب لا 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 Parce que c'est pas le même climat au Qatar. C'est deux choses différentes. Parce que là-bas, c'est le climat avec beaucoup de taux d'humidité, à 90-95%. Ici, il n'y a pas de taux d'humidité. C'est ça, c'est le climat sec. Je ne parle pas de l'humidité, je parle de l'humidité. C'est ça, je parle de l'humidité. Donc, ici, يزيد يعاود يحضر روحه في اطار الاستمرار تاع العمل اللي قام به خوف باش سي جامي مثلا تكون حراره قويه يكونوا جاهزين بارك الله فيك بالنسبه اما الرطوبه فعلا الرطوبه موجوده هنا ولكن ماهيش يعني ماشي كما سمعنا بارك الله فيك دونك الرطوبه موجوده ولكن ما تاثرش جيد مراد بوطاج حتى هذه الحراره عانى منها ايضا زميلين محمد فقير ونعيم الذي عانى بالصور المتعلقه طبعا بحصة الاسترخاء التي كان خاصة إيميل الذي عانى كثيرا وكثيرا طبعا في حصة الاسترجاع رفقة فقير اللي خلاص شرب أو شرب مسكين على كل نستمع الآن لما قاله أيضا خالد الغندور الذي نزل ضيفا على هذا البرنامج برنامج بودكاست تحدث عن المنتخب الجزائري وقال بأنه المنتخب الذي سيذهب بعيدا في هذه الدورة احتضان مصر التي رفعت التحدي باحتضانها لهذا الكان الذي كان مفترض أن يجرى في الكاميرون هو سيلعب دور كبير في إعادة تسويق وترويج لصورة مصر أمنيا سياحيا وحتى اقتصاديا أكيد هو أي بلد بتكون منظمة لأي بطولة كبرى بطولة قارية بطولة أفريقيا بطولة قارية 53 دولة وبالتالي طبعا بالظروف اللي احنا مرينا بيها سياسيا معظم دول عربية كثيرة وبيبقى مهم جدا ان انت تبين صورة البلد شكل البلد تعرف مصر يمكن اكبر يعني سكان في افريقيا اعتقد هي نمرة واحد حتى عاصمة القاهرة هي من اكبر العواصم اعتقد اول مرة في التاريخ يكون 24 منتخب وبالتالي مباراة زادت عن مباريات قبل كده أكيد. انت كنت تلعب دور 16 اربع مجاميع 4 و 4 ماتشات مجموعات يعني اكيد انا متوقع من دور 16 ودور الثمانية الوضع يتغير خصوصا لاول مره في التاريخ يجتمع المنتخب الجزائري والمصري والمغربي والتونسي
والنيجيري والسنغالي والغاني والسنغالي والكوت ديفواري والكاميروني. أول مرة في تاريخ الكاب كابتن خالد الغدور في كؤوس إفريقيا الطبعات الأخيرة لم نشاهد هدافين بارزين، بمعنى نسبة هداف البطولة لا تتعدى 5 إلى 6 أهداف. تعليقك. صراحة أنا من وجهة نظري أصبحت المواهب بتقل في كل القارة غير قبل كده، طموح اللعيبة كمان بسهولة الوصول. اللعيب الأفريقي كان بيطلع من البلد وعنده 14 و15 سنة يشتغل ويطلع عينه في البلاد ويعمل ويلعب كورة في درجة تالتة ورابعة لغاية ما يصل لهدفه وطموحه. الوضع تغير كمان بسبب الاستثمار في الكورة، بقى المال دخل بصورة كبيرة جدا، فالمال ده بقى عامل مؤثر على الموهبة. ما بقاش يعني دايما احنا كنا كلعيبة كورة بنلعب جيد وبعد كده ناخد فلوس. انا دلوقتي معظم اللعيبة بقوا الهدف الأسمى بالنسبة لهم هي الفلوس، هي الفلوس وبعد كده ألعب. لا، الوضع تغير. طبعا استمعنا دي خالد الغندور، الكل يشيد بالمنتخب الوطني ويشيد ويقول بأنه منتخب قوي، منتخب بإمكانه أن يتوج بهذه الكأس. نصر قديورة شاهدنا أداء أدم الناس، أداء جده رائع، أداء نقوله غير متدبدب نوعا لديلور. البعض قال لأنه ما يلعبش في المنصب بتاعه، البعض قال لك يلعب نافي دمي، كل واحد يعني قدم خلاصة وتكلم عن الجانب الفني والتقني لأداء كل لاعب. هل نقول اليوم أدم الناس سي لو ميور جوكر أو لو بون جوكر لجبل بالماضي في المباراة المقبلة أو في المباراة المتبقية لهذا الكام؟ سي ان بون جوكر، سي ان جون جوار كي ا دو لافينير اي كي بو بروغريسي، دونك اي سوفي كي تروف ان كلوب بو كي بويس افوار دو لا كومبيتيسيون، باسكو سي لا كومبيتيسيون كي في بروغريسي لو جوار. Donc c'est pas en restant sur le banc de touche que le joueur va progresser. Donc il lui faut un autre club pour qu'il puisse faire au moins un championnat complet. Et c'est là qu'il va s'exprimer, il va aussi corriger ses erreurs. Les entraîneurs vont le corriger. Le joueur il a énormément de qualité, mais il a aussi des défauts. Donc par rapport à ça, donc, pour progresser, il n'a pas encore atteint de la maturité. Parce qu'on dit toujours, le joueur pour atteindre la maturité psychologique, mentale et physique, c'est à partir de 25-26 ans. Donc c'est un jeune joueur d'avenir, donc il faut savoir le canaliser, savoir le faire progresser, et c'est là, ça sera une arme pour l'Algérie aussi, hein. Donc c'est un joueur supplémentaire qui va faire la différence, parce qu'il y a la place pour jouer. Voilà le Boutadji. On a vu que nous avons découvert اللي هو اللي هو هذا الناس ورقه رابحه، بمعنى انه ما يعنيش انه راه لاعب اساسي طبعا. يدخل قديوره ويدخل محرز ويدخل بنجاح، لماذا مش يقرا مراد بوطاجه يدخل؟ نعم، عدلان قديوره وولاد محرز وبنجاح، هل باش يخلي اللاعبين في المنافسه؟ نعم، لا هو هو هو, هو باش محرز كقائد فريق لازم يحضر يكون، انا نظن يعني هذا محافظ على لياقته حتى كي يدخل، يعني محرز غير عطاه يعني حضوره فقط. عدلان قديوره محافظ على لياقته، بارك الله فيك. عدلان قديوره هو يعني لو بومون تاع ليكيب، بيان سور هو البومون تاع الفريق، يعني قدم الكثير في المباراتين الاولين، وثالثا ما يقدرش يلعب 90 دقيقه، ماشي ما يقدرش، يقدر ولكن ممكن ومحتاج لو كل يعني ما يأديش في الدور المقبل، وبالتالي دخلوه على اساس انه يبقى دائما يحافظ عليه. جيد مرة البوطاجي. الان تحدثت عدنان قديورة ونصر قديورة متعلق بالمباراة المقبلة، متعلق بالمباراة المقبلة الخاصة التي ستجمعنا عفوا ضد منتخب غينيا. هل سنشاهد منتخب وطني هو الذي يبادر أم هذه المراحل العب بذكاء، بما نسير اللقاء بطريقة ذكية، نقتصد طاقة لاعبينا، نتفادوا الإصابات، نتفادوا البطاقات الصفراء والبطاقات الحمراء، ونحقق الأهم في فرصة أو فرصتين وبعدها نتراجع، بما نحن نشاهد منتخب وطني ليس بنفس الأداء اللي شاهدناه في الدولة الأولى. تعقيب أو تعليق. Donc ils ont atteint une certaine confiance, les joueurs, par rapport, ils sont dans une très bonne dynamique. Donc ils savent qu'est-ce qui les attend pendant le huitième. Et après, c'est comment ils mettent en place la stratégie. Le staff technique, c'est à lui de décider comment l'équipe va jouer en face de la Guinée. Donc ils vont étudier. Peut-être c'est trop tôt de dire. Donc eux, ils sont en train de voir comment la Guinée a joué les 3 matchs ou avant leur qualification, et ils vont voir leurs points forts, leurs points faibles, et à partir de là, ils vont mettre une stratégie pour contrer cette équipe et passer pour les quarts de finale.
et je pense qu'on va passer parce que non, le scénario تاع المباراه راهو باين حنا سوا non, donc حنا on est aujourd'hui comme des patrons ah, donc حنا on est comme des patrons حنا c'est à nous de vendre on se fait respecter pour se faire respecter il faut mettre le jeu en place il faut de l'intensité il faut aller gagner c'est tout et je pense qu'on va قديرا ايضا ضيف اخر حلا في الدور الأول في بلاطو أو برنامج فودكان متخلق رحب بنا في بيته ويعتبر أيضا إنسان خلوق ومتواضع ومحبوب حتى لدى الجماهير الأهلي وكل المصريين وأيضا الزمالك لأنه أيضا لعب لكلا الناديين. نادر سيد يتحدث عن هذه الدورة يتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري ويتحدث أيضا عن رياض محرز. طبعا بطبيعة الحال يعني المنتخب الجزائري بيملك التاريخ بيملك اللاعبين مستوى اللاعبين النجوم وزي ما سيد مراد قال الحقيقه ده لا يعيب ابدا ولا يقلل من المنتخب ان هو يعتمد على النجوم كل منتخب عنده نجومه فالمنتخب الجزائري عنده من الحلول الفرديه والجماعيه وشخصيه المدرب مهمه قوي على فكره لان جمال بالماضي هو لاعب كان لاعب قوي ولاعب جيد ولاعب عنده الشخصيه اكيد وكمدرب كمان عنده الشخصيه فبحكم خبراتي الحقيقه مع كتير مدربين شخصيه المدرب بتاثر على الفريق لو مدرب متهاون وغير حاسم وحازم في التعامل هتلاقي اللاعبين مهما كانت كفاءتهم نفس شخصيه المدرب ما يتاثروش بالتجارب السابقه اللي هي التجارب الى حد ما سلبيه انه يكون مؤمن بذاته مؤمن بنفسه ان هو هيحقق البطوله هو ده جانب مهم جدا انك انت تؤمن بنفسك اللي منجح محرز او صلاح او غيرهم من اللاعبين طبعا هم لاعبين على كفاءه عاليه جدا انما كان في لاعبين على نفس الكفاءه الفنيه انما ما وصلوش لنفس المرحله لان ما كانوش مؤمنين بذاتهم ما عرفوش قدراتهم ما عرفوش امكانياتهم فلازم المنتخب الجزائري يعرف قدراته ويكون متاكد من قدراته زائد ان المنتخب الجزائري لازم يلعب بمنتهى القوه في مباراه الافتتاح يعني ان هو لازم يبين قوته للفريق المنافس ملحي من الحراس الحقيقه اللي انا معجب بيهم جدا لان هو حارس عنده شخصيه وعنده حماس في الاداء يعني هو بجانب طبعا الامور الفنيه والامور البدنيه انما انا شايف انه حارس من الحراس الجيدين جدا ويمكن من افضل يعني في الجزائر في تاريخ الجزائر في حتى كتير حراس على مستوى عالي انما مولح الحقيقه من الحراس المميزين جدا ممكن الاداء بيزيد وينقص في بعض الاوقات انما ده لا يقلل من امكانيات لان دايما حارس المرمى هو امكانيات ثم اداء طبعا كان هذا نادر سيد انا اطر فيها صدقني بالله استقبلنا في كانت عندي لقاءات مع عديد النجوم كانت عندنا حوارات ولكن نادر سيد شخصية أنا أقول لك شخصية قوية وعظيمة بتواضعه بأخلاقه بترحابه أيضا الذي كان كبيرا ويعبر عن حفاوة وأصالة المصري الأصيل هو الشيء اللي لاحظته أنا هنا في مصر النجوم والشخصيات الرياضية عندها مكانتها أكيد هي عندها مكانتها في الوسط الشعبي والوسط يعني الحكومية والسلطة كسلطة وعندها مكانتها كذلك من خلال حضورها سواء في المنافسه او المنافسات فيما قبل كمحللين كنجوم اللي ساهموا لتطوير هذه الحركه اللي هي حركه كره القدم. شخصيات بارزه. مستوى جيد في النقاش، ما نقولش انا ما نتكلمش على مستوى اخر ولكن مستوى جيد في النقاش. يعني يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الاخرين، هذا هو الشيء اللي لاحظ معه. ولكن نادر سيد يعني أمر آخر لا كلهم ولكن نادر خلاص. سيد يعني شفت كيفاش يعني في منزله في الدار تاعه كيفاش استقبلنا كيفاش خلانا مرتاحين وبعد يعني خلانا مرتاحين هذه من جهه اخرى اذا كان لاحظت حتى من خلال تصريحاتهم دوك اللي يسمع يقول لك بالك لانه مصريين صحفي مصري ولا صحفيين مصريين راه معاه يقول لهم المنتخب لا راهم يتكلموا بكل واقعية بكل موضوعية وبشفافية اتجاه كل منتخبات وراهم ينتقدوا في المنتخب المصري ماهوش انتقاد كره للمنتخب لا بالعكس من اجل التحسين اذا انا نقول في احترافية كبيرة بالنسبة لهؤلاء الشخصيات جيد مراد بوطاجي تفضل ناصر القديور نختم معك هذا اللقاء tout le peuple égyptien ou tous les commentateurs tous les gens qui sont autour de la CAN c'est vrai qu'ils sont en train de donner l'Algérie autant que c'est maintenant l'Algérie c'est le pays qui est favori pour la CAN
Mais justement, il ne faut pas qu'on joue comme un favori de la CAN. Barakallah. Donc il ne faut pas. Donc on a l'habitude de jouer. Voilà. Donc il ne faut pas, il faut rester serein, calme. Donc c'est eux qui sont en train de nous donner le statut de favori. On n'est pas venu avec un statut de favori. Donc on était, l'équipe d'Algérie, on était en pleine construction. On a retrouvé une vraie équipe nationale. Aujourd'hui, oui. شكرا نصر كبير احتفت ايضا شرفتنا ايضا بحضورك بهذه الحوارات الحصريه وهذه اللقاءات الحصريه ونصر كبير ايضا من اللاعبين القدامى الذين لا يدون ايضا بتصريحات كثيره للقنوات الاعلاميه وحتى للجرائد الرياضيه قبل ما تروح برك ممكن دقيقه كلام صواب يعني المنتخب الجزائري لازم يبقى سيرين صافي التاريخ وطرحت له سؤال كيفاش رايحين نجريو مثلا المباراه انت تعرف انه المنتخب الغيني مستواه منقول فوق نوعا ما ماهوش كبير على كينيا ولا طنزانيا ولكن مستواه ناقص على السنغال وبالتالي بدون شك رؤية أخرى للمدرب هذا ما تمناه بوراد بوطاجين ألتقي معك غدا في برنامج جديد من برنامج فوتكان للمرة الألف نشكرك ناصر قديون نتمنى أن يكون حاضر أيضا معنا لمنا في مباراة المنتخب الوطني وعشية مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الغيني في الختام تقبلوا تحياتي تحيات الطاقم الذي عملكم في إخراج هذا البرنامج هنا من القاهرة خصوصا المخرج المتألق جوني أو محمد عباس المدعو جوني في عمله